فيها نقص تحوية ناقص مسجلة مركزية. مشاهدين التشبيق، انا شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف كتشاهدوا معنا في هذه الاثناء تدخل بطولي لرجال الوقايه المدنيه من بعد ما اندلع واحد الحريق هنا في احدى المحلات الخاصه ببيع المأكولات الجاهزه. نشوفوا عدد من المواطنين واستنفار امني كبير هنايا امام باب مستشفى ابن رشد بمدينه الدار البيضاء. انتم كتشوفوا تدخل بطولي لرجال الوقايه المدنيه وحضور امني مكثف، وكذلك رجال السلطه المحليه اللي حاضرين في المكان ديال الحائط. كما علمت قناه الشعب قناه شوف تي في بان 4 ديال الاشخاص كانوا كيناموا داخل هذا المحل الخاص ببيع الماكولات الجاهزه هنا المقابل للمستعجلات المركزيه التابعه لمستشفى ابن رشد. خرجوا غادروا المكان في البدايه ديال الحريق. الحمد لله ان لحد الساعه لم تسجل خسائر بشريه، ونتمناوها ما توقعش أو ما تكونش. الحريق اللي خلع واحد الحالة ديال الحريق اللي خلق واحد الحالة ديال الرعب. خلق واحد الحالة ديال الرعب هنا أمام بالنسبة للساكنة. خلق واحد الحالة ديال الرعب بالنسبة للساكنة اللي كتحطن في هذه العمارة اللي كتواجد تحت منا هاد المحلبة أو هاد المحل الخاص بميع المأكولات الجاهزة. أنتم كتشوفوا رجال الوقاية المدنية كيقوموا بإخراج حنينات الغاز من الصنف الكبير لربما تطور الأمور وينفجروا. هادشي امام المستعجلات المركزية امام باب موريزكو. هنا المستعجلات ديال باب ديال مستشفى ابن رشد. الحريق هو فين واقع هنا. بالنسبه للناس اللي تلحقوا بنا في هذا المباشر، مرحبا بكم. حريق مهول مندلع داخل احدى المحلات الخاصه ببيع الماكولات الجاهزه. 4 ديال الاشخاص كانوا داخل المحل غادروا في بدايه هذا الحريق. الحمد لله ما كاينش خسائر في الارواح. رجال الوقايه المدنيه تدخلوا على عجل، تدخل بطولي لرجال الوقايه المدنيه واستنفار امني كبير هنا امام باب المستعجلات المركزيه التابعه لابن رشد. الكل حاضر، البوليس، الوقايه المدنيه، السلطات المحليه، الكل معبأ وحاضر من اجل حمايه امن وطمانينه المواطن المغربي، وخصوصا في حاله مثل هذه الحوادث. حريق بالقرب من المستعجلات المركزيه التابعه لمستشفى ابن رشد، واللي الحمد لله تم السيطرة عليه ظرف وجيز من طرف أسود القوات الوقاية المدنية.
ديال الوقاية المدنية. تحية كبيرة لرجال الوقاية المدنية اللي يقوموا بعمل جبار وكبير من أجل إنقاذ الأرواح والممتلكات ديال المواطن المغربي جنبا إلى جنب مع الإخوان ديالهم رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة وجميع السلطات المغربية. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشرين آخر.